مه عسلامة عسلامة يا حمامات وعسلامة يا نورات ونهاركم سمح نهاركم ثروة ثورة ثورة اي ثورة خاطر الثروة ما فهمش نهاركم بقرة تنطح ما هو ثورة باه شنو الخرم سريع عاد بعد ترتيحة لأسباب نفسانية بسيكولوجية ميتافيزيقية غير مرئية لا لون ولا رائحة لها هنا رجعنا بكل حب وحنان ووفاء ورجعنا باش نحكيكم على مغامرات الحكومة المؤدبة متاع سنوت اللي كذبانة ما تقتلش أما تدرع الخواطر ورجعنا بعد أسبوع من تمجيد الثورة لبلاد الهاو هاو في الهاو هاو حرية تعبير غير مضمونة معناها كان يشدوك تصور على الحيط تتعدى على المحاكم البريمة بالضبط متاع سنوت على غرار جماعة اسمهم زويولة لا يزيد يحكيوا على حقوق الزوالي في بلاد الهاو هاو لا يزيد يعبثوا بحالهم ويمرمدوهم حقا ما يسنود فيها وزارة اي فما وزارة متاع الفلاحة وزارة متاع الصيد وزارة الدرشنية كما الاصلاح الاداري اي الفرد المرة زيدونا وزارة الدجاج وزارة الهاو هاو اي باهي وزارة الهاو هاو والدافع على حرية الدرشنية في الدراكيفاش وزارة اخرى متاع الدجاج وزارة الكنالو وزارة الهم المسلط على الزوي وزارة حماية الثورة وزارة مقاومة البهيمة وزارة الوزارة متاع وزارة جد بول الباش وإلخ إلخ إلخ وفي نفس الوقت خلطنا أي نعم أنا نهنيكم ونقول لكم رانا خلطنا ولينا أقوى بلاد في العالم ضمنين للتنمية والعدالة وحقوق في بلاد ما يموت فيها حد بالبرد ولا بالجوع.